ما انا يا كابتن ماشي تبدل ما انا اقول لك لكن انت لكن خلي بالك فنيا انت شايف رد كلمه يا كابتن فنيا طب انا اقول لك وجهه نظري يا كابتن اسلام اسمعني بس طب انا هسيبك للسؤال كابتن ابو الدهب انت شايف ان ميكاني مدرب مش كويس لا انا ما قلتش مش كويس انا قلت يجب ان احنا بنتكلم في لعيبه كان المفروض تروح والانديه بتاعتها رفضت ما تروحش انا كمدير فني هي اللعيبه دي كانت معاه اللعيبه دي ذهب في ميكالي مدرب كويس لا مدرب كويس عمل انجاز ولا لا اللي هو ايه انجاز انت توصل للسيمي فاينال عمل انجاز تمام بس أوكي. بس ضاع اسالك سؤال ما انا ضاع يا اسلام بعد ايه ضاع بعد ايه معلش ضاع بعد السداسيه بتاعت المغرب فنيا انت افتقدت لعيب مهم في نص الملعب اللي هو محمد شحاته اللي كان بيلعب ديفندر ورحت ملعبه باك رايت فافتقدت الحته اللي في النص لان كان النني بيعمل ايه يا اسلام لان كان عندك ضعف في الحته في القلب بين عمر فايد وحسام عبد المجيد الاثنين كان بيلعبوا على خط واحد فنني مشكورا وانا بقولها لك اهو كان بيرجع بيلعب في القلب صح. فكان بيعملها مين اللي كان بيقف مكانه في الحته ديت كان بيلعب محمد شحاته فكان بيدي فرصه لابراهيم عادل ومحمد وزيزو ان هم يهاجموا بشكل كويس لكن ما ساعدش يا كابتن رضا لكن ما ساعدتش انت كنت محتاج ما انا قلت انت كنت محتاج فيرود لا انت كنت محتاج فيرود انا بقول لك اجمل مش محلل في التاريخ لكن هكلمك على نقطه مهمه جدا احنا امتى هنبقى بنفكر ان احنا عندنا بطوله بنفكر ان احنا رايحين نلعب بطوله احنا نلعب كاس الامم الافريقيه رايحين نمثل تمثيل مشرف نروح نتكلم على لعيب لا ما تتكلمش على لعيب نتكلم على مدير فني ما تتكلمش على طب ما انا بقول لك احنا النهارده بتلعب المغرب وبتتغلب 6 وانا بقولها لك دي هزيمه تاريخيه للمنتخب الاولمبي المصري وهتبقى وصمه عار في جبين الكره المصريه لحد ما نموت لكن انت النهارده ما بقولكش ان هو مش عشان مدرب كبير طبعا وكويس جدا وعامل انجاز ان مفيش مدرب عنده اخطاء بص يا طبعا ما اكيد انا لما اروح بطوله زي ديت حتى لو هلعب الثلاث ماتشات بس اللي هم الاولانيين حتى لو في تخطيطي او في قناعاتي ان احنا ما نقدرش نكمل ما لازم اظهر بشكل كويس لازم يكون عندي البدايل بتاعه الاماكن او المراكز طبعا. المهمه جوه التيم حلو الكلام قوي كده الله ينور عليه صح انت اديته وقت اديته معسكر اديته ماتشات عشان يشوف عشان يقدر يقول لك اجيب فلان واجيب علان واجيب بتاع لا ما هو انت مش لو حصل ماتشات ولعب استنى بس ولعب بالرجاله دي وحصل ان في عوار في الوقفه وفي التحرك والكلام ده يبقى في الحاله دي هيكرر يقول ايه دلوقتي في اختياراتك انت شايف الدوري كله انت مش شايف الدوري كله دوري. وانت دي بتخطأ هو بس يعني رد على المباريات الوديه هو لعب 23 مباراه وديه لا انا بكلمك قبل البطوله دي انا مالي لا قبل انا يعني مالي انا بتكلم من ساعه ده في اجنده ما في قريب قوي ما لكن تلعبتش. في في طيب في يعني في اسلام 23 مباراه اسلام 23 مباراة ودية ده من ساعة ما تولى المسؤولية سيبك من آخر 10 مباريات ودية تمام ليه؟ في بس هو قعد فترة في بعض المباريات في قعد أربع مرات ما يلعبش أربع توقفات ما لعبش فيهم بالظبط وده خطأ كبير جدا جدا مسؤوليته ولا مسؤولية اتحاد الكورة؟ الاثنين لا إنما هو لا مسؤولية اتحاد الكورة هو ده اللي عامل ماتش هو المدرب عارف أنا هقول لك في موضوع المباريات الودية دي مسؤولية مدرب إمتى كابتن؟ لما يبقى المدرب مصري لأنك تقدر تتكلم وتقدر تشتكي وتقدر تعمل مشاكل وتقدر تتكلم مع لكن هو ده خواجة اقوى ده كان زمان يا اسلام في المدربين كان زمان يا كابتن لا مش معاك انا في بعض الامور يا كابتن لا لا المدربين ماشي اوكي اختلف المدربين الاجانب بيحصل من وراهم حاجات ايوه طبعا بيحصل من وراهم حاجات المدرب وما بيكونوش على لا لا المدرب بيصطدموا بيه انا هقول لك بس المدرب الاجنبي اقوى عارف ليه لانه معاه عقد طب